ينضم إلينا ناطق باسم أمانة عمان السيد ناصر رحمنا، أهلا وسهلا بك معنا سيد ناصر. أريد أن تتحدث لنا عن خطوات تسجيل الاعتراض والإجراءات اللاحقة للتسجيل، وأيضا ما هي الفترة المسموحة للاعتراض؟ أشكرك. إحنا في اليوم هو أول يوم بالنسبة لتسجيل الاعتراض إلكترونيا على الخدمات الإلكترونية في أمانة عمان أو من خلال موقع أمانة عمان amancity.gov.jo. إحنا بنحكي عن تسجيل اعتراض حتى يكون مفهوم وواضح للجميع، نحكي عن تسجيل اعتراض بمعنى أنه أنا أدخل على هاي الخدمة الإلكترونية الموجودة الآن على الموقع، أدخل البيانات المطلوبة مني ومن ثم سيأتيني برسالة الموعد المحدد واليوم المحدد حتى أستطيع النزول إلى محكمة أمانة عمان الكبرى، وبتكون أمور الإدارية وأمور المخالفات جاهزة، ويدخل إلى ومن ثم الدخول إلى سعادة القاضي لاتخاذ إجراءات التقاضي. هي الموضوع طبعا التقاضي حق مكفول للجميع، واحدة ما حدا يقدر يتدخل فيه، فهو الموضوع تنظيمي بحت بالنسبة لعملية الدور، بالنسبة لعملية الازدحام، بالنسبة لتوفير الوقت والجهد على أخواننا المواطنين والمرتادين لمحكمة أمانة للاعتراض على المخالفات. هل الموقع قادر على استيعاب الضغط لربما عدد كبير من المواطنين الذين يريدون تسجيل اعتراض؟ بالطبع، يعني احنا بدأنا من اليوم ب 600 تسجيل طلب، وإذا شفنا أنه العدد أكبر أكيد يعني عندنا القدرة لزيادة الأعداد حسب ما يتناسب مع عمل محكمة أمانة عمان الكبرى. ماذا عن عدد الاعتراضات في العام الماضي؟ كم كان العدد الإجمالي لاعتراضات المخالفات في العام الماضي؟ والله للآن ما عندي هذا العدد، يعني يمكن لو أعطيتوني وقت كان جبت العدد، لكن مش عندي عدد الاعتراضات في العام الماضي، لكن هو أكيد يعني عدد بده يكون كبير جداً. نريد أن نتأكد أيضا من عدد الاعتراضات التي سجلت اليوم. لسه احنا في بداية، في الآن يعني في النهاية، يمكن في نهاية اليوم وبالنهاية من خلال السيستم من خلال النظام الإلكتروني سيكون عندنا الأرقام إن شاء الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف الناطق باسم أمانة عمان السيد ناصر رحمنا.